رئيس جمهورية هو طالب بالتعامل بالند للند، باحترام تونس كدولة، بالتعامل معها كدولة حرة ومستقلة وليس كدولة تابعة تقبل بالإملاءات الخارجية وتقبل بأن تفتش حدودها أو أراضيها من قبل قوات أجنبية مهما كانت طبيعة تلك العمليات، وكذلك ترفض أي مساعدة تكون في شكل منا أو في شكل مقابل على المقابل للتخلي عن جزء من سيادتها. لذلك قلنا أن هذا الموقف سليم، تونس ليست في حاجة لأي منا من أي أحد، خاصة عندما يكون الهدف منها هو التدخل في استقلالية البلاد و يعني السيطرة على أحد مجالات أو مظاهر سيادتها. تونس قدمت تقريبا كل ما تعهدت به من التزامات رغم ضعف إمكانياتها، لكن اليوم الاتحاد الأوروبي يتلكأ في تنفيذ تعهداته. هناك مساعدات مالية، هناك أيضا دعم عسكري وأمني لتونس، هذا كله لم يحصل، وكأن مذكرة التفاهم التي صيغت في الصيف الماضية سقطت في ماء المتوسط، مثلها مثل أرواح كثيرة من الأفارقة الذين توهموا أن الجنة في شمال المتوسط. لكن أوروبا تبين مرة أخرى بعد الحقبة الاستعمارية أنها لا تزال تتعامل معنا بنفس العقلية الاستعمارية للأسف.